معانا سياده اللواء ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. اهلا وسهلا. لو عرفنا من حضرتك بعض البيانات الخاصه بالعمليه الانتخابيه زي عدد الاصوات المفترض عدد من يحق اليوم التصويت في هذه الانتخابات. الحقيقه احنا عدد الاصوات اجمالي الجمهوريه 53 مليون و8 من عشره. اكبر الاصوات ده طبعا الناس اللي هي زلناها فوق 18 سنه في كل الجمهوريه، واللي ما عندهمش موانع قانونيه تحد من ممارسه حقهم في او حقهم الانتخابي. يعني اكبر الكتل التصويتيه طبعا على الاطلاق في القاهره، يليها الجيزه، يليها الشرقيه، فالدقهليه، فالبحيره، فالقليوبيه. يعني دول اكبر المحافظات اللي فيهم نسب. هي دي المحافظات اللي تقدر تحدد مين الرئيس القادم لو ارادت. دي حقيقه، دي حقيقه. والحقيقه انا من خلال برنامجكم بقول للمصريين احنا النهارده مش بس بننتخب رئيس، انا في رايي ان احنا بننتخب رئيس ده الموضوع نمره اثنين، لكن الموضوع الاول ان احنا رايحين بنقول للمصريين اللي كان لهم اراده في 30/6 انهم ينقوا خارطه المستقبل بالشكل اللي هم قرروه في 30/6، وكان موجودين في الشوارع بارقام واعداد لم يشهده هذا الكوكب من قبل، فده كانوا اعداد يعني يصعب عدها في هذا الوقت. صحيح. لكن احنا النهارده وامبارح عندنا فرصه ان كل واحد صوته يبقى جوه الصندوق معدود علشان نقدر نقول ان ده اختيارنا ودي ارادتنا في ان احنا نمشي بلدنا في هذا الطريق، وان احنا رفضنا نظام سابق بارادتنا، والجيش استجاب لهذه الاراده وما كانش اكتر من كده، وان الجيش حافظ على ارادتنا وخلانا ماشيين في الاتجاه اللي احنا بنقول ان احنا ارادتنا بقى تبنت السنتين، مش بس كانت في الشوارع في 30/6، ولكن يحسن ان احنا نبين هذه الاراده جوه الصناديق، فاحنا كل واحد ما يبخلش عن مصر بصوته ومجهوده النهارده، وان شاء الله يتم هذا العرس على افضل ما يكون باذن الله. سياده اللواء، يعني على المستوى الفني فكره، اعتقد ان انتم عندكم دلوقتي بيانات او قاعده بيانات لم تتوفر من قبل اكثر من استحقاق كم انتخابات مرينا بيها سواء رئاسيه او انتخابات برلمانيه، هل البيانات دي بيتم تحليلها باي شكل للاستفاده منها لتحليل اتجاهات الراي العام وتقديمها للجهات المعنيه بهذه الامور، ولا ده لا يدخل في ضمن اهتمامات الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء؟ لا، الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء عنده طبعا كل الرصد اللي حضرتك شفتيه من اول استحقاقات مارس 2011 لغايه النهارده، نسب المشاركه وعدد المشاركين وبالمحافظات طبقا لما يعلن، لان المعني بهذا درجه اولى هي اللجنه او المشرفه على كل استحقاق من الاستحقاقات السابقه. لكن احنا في الجهاز طبعا دورنا بيبان جدا في الانتخابات النيابيه اللي هي بتبقى مصر فيها مقسمه لاكثر من دايره. اما الاستحقاق بتاع النهارده ان احنا ايه الميزه اللي عندنا؟ الميزه اللي عندنا ان احنا مش احنا بس اللي نعرف عدد السكان كجهاز سيادي في الدوله، لكن وزاره الداخليه تعرف عدد السكان، وزاره الصحه تعرف عدد السكان، ايه الميزه اللي عند الجهاز؟ الميزه اللي عند الجهاز انه يعرف عدد السكان على اقل مستوى اداري، يعني اقل مستوى اداري. هل في تصنيف للسكان لاتجاهات التصويت؟ يعني بعض الكلام اللي بيتقال عن مثلا احجام للشباب او تصويت للسيدات مثلا، هل ده بيخضع للتحليل عندكم في الجهاز المركزي للاحصاء وبيصدر بيه بيان؟ الحقيقه ما حد يعني الارقام دي المعني بتحليلها او تعريفها، لان هو اللي بيعرفها قبلينا هي اللجنه المشرفه على الانتخابات. النهارده اللجنه العليا للانتخابات المشرفه على الانتخابات الرئاسيه هي اول جهه، وزاره التنميه الاداريه الحقيقه عامله مجهود كبير جدا خلال الثلاث سنوات السابقه، وبقت اللجان المشرفه عندها السيطرة أو عندها القدرة بقواعد البيانات اللي بتعملتها لها وزارة التنمية الإدارية، عشان النهاردة احنا كل واحد يتكلم ويعرف دايرته فين، ولما بيروح يمضي في اللجنة بتاعته هذه الأعداد بتحصر بعد كده، ونقدر نعرف مين اللي راح ومين اللي ما راحش، واللي راحوا دول مين هم واللي ما راحوش بينتموا لأي شريحة عمرية ولأي فئة. من واقع جداول الانتخاب اللي وقع فيها كل ناخب راح واللي قدامه ما راحش، بيبقى طبعا مش موجود بيانات ان هو ما راحش، لكن اللي كنت بكلم حضرتك فيه ان الاستحقاقات اللي فيها مصر اكتر من دايره
اللي هي بيستفيد من البيانات وكذا البيانات الجغرافيه اللي موجوده في الجهاز عن ان كل شريحه ارض او كل تقسيم اداري صغير زي القريه في الريف او الشياخه في الحضر، علشان نقدر نقسم كل محافظه الى عدد الدوائر اللي قانون الانتخاب اللي بتجرى بناء عليه هذه الانتخابات قالوا اذا كانت في المحافظه 3 دوائر او 4 دوائر او دائرتين. فالوزاره الداخليه ولجنه الانتخابات او لجنه او اداره الانتخابات في وزاره الداخليه بنتعاون علشان نقدر نقسم الدوائر بحيث يحصل فيه توازن. هل تقسيم الدوائر من واقع الممارسه اللي حصل جميل، هل تقسيم الدوائر من واقع اليوم السابق، يعني هل بعض الدوائر كانت اوسع مما ينبغي وبالتالي كان عدد المشاركين فيها كان فيها زحمه، عدد الدوائر كان اقل مما ينبغي وبالتالي بدت فاضيه؟ اللي اقصده مش اللجان بتاعت المعارضه، دي دوائر لجان فرعيه ولجان اساسيه، مش هو ده اللي انا اقصده، انا اقصد الدوائر الانتخابيه اللي هيبقى لكل دايره مرشحيها في الانتخابات النيابيه. انا بتكلم النهارده مصر كلها دائره واحده، كل الجمهوريه دائره واحده، ما فيش اكتر من دايره، لان احنا عندنا مرشح واحد هو اللي احنا بنختاره، فكل مصر تعتبر دائره واحده في هذه الانتخابات. لكن اللي انا بتكلم عليه دور الجهاز بيبان في الدوائر في الانتخابات النيابيه اللي بتبقى مقسمه مصر، فيها مثلا كانت اخر انتخابات 220 دائره. احنا عشان نقسم ال 220 دائره بتوازن سكاني نسبي مناسب، فلازم بنرجع لعدد السكان على اقل مستوى عددي ونحط خطوط تقسيم هذه الدوائر بحيث يحصل هذا. هل هتختلف تقسيم الدوائر دي في الانتخابات اللي جايه يا فندم ولا لسه؟ باذن الله طبعا طبقا لما هيصدر به قانون الانتخابات اللي لسه ما صدرش لغايه دلوقتي، ويقول عدد الدوائر قد ايه. احنا بنحاول نعرف من حضرتك اخبار مبكره يا فندم، عايزين سبق اخباري ونعرف هل تم تقسيم الدوائر بطريقه. في حد يعرف ان لسه القانون ما صدرش؟ القانون مش موجود اصلا. القانون هل ما بياخذ في الاعتبار التوصيات اللي حضراتكم بتقولوها بخصوص عدد الدوائر؟ هل كانت مناسبه ولا لا؟ هل قدمتم توصيات في هذا الصدد؟ عدد الدوائر اللي بيقولها القانون، لكن رسم خطوط الدوائر هي دي اللي وزاره الداخليه مع الجهاز مع جهات اخرى وزاره التنميه الاداريه هي دي اللي بننتج فيها شكل الدوائر بالشكل النهائي. طب سياده اللواء، يعني انتم كنتم معنيين بمراقبه مصاريف كل حمله انتخابيه، عايزين نفهم كيف. اتفضل. لا الحقيقه الجهاز ملوش اي علاقه بمراقبه الحملات الانتخابيه اطلاق، ولا عندنا القدره ولا عندنا الامكانيات ولا وده مش دور الجهاز برضه، يعني الجهاز ملوش اي مراقبه هذه مصاريف الحملات الانتخابيه، مسؤول عن انتاج الاحصاءات الرسميه المحدده في جانبها الاجتماعي وجانبها الاقتصادي. شكرا جزيلا لحضرتك سياده اللواء ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء، شكرا جزيلا لحضرتك.